عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره مع صحيحه؟ مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار، مرحبا بكم في قناه ام ريان، نتمنى تكونوا بخير. اليوم البنات جيت نشارك معكم هذاك الموديل كما شفتوا على الصوره، نتمنى يعجبكم. كيجي خفيف، كيجي رائع في قفطان. هانتوما البنات نبداو على بركه الله. هنايا طلعت بنيت 6 ديال الغرزات، الغرز الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خمسه، سته. عندنا 6 ديال الغرزات، والخيط برمى على 3 ديال الشعرات، والليبره ديال الراندا باش نبان لكم شويه. سمحوا لي البنات غبرت عليكم واحد شويه. هانتوما غادي نرجع مع الغرزات ديالنا. الغرزه الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، خمسة، السادسة. عندنا هنايا 6 ديال الغرزات كما شفتوا. انا درت لكم في هذا البيض هذا باش تبان لكم الخدمه مزيان. كنضربوا في الثوب، وشنو كنديروا دابا؟ ضربنا في الثوب، كنخليو هذه الغرزه اللي عندنا هنايا، وكنضربوا هذه اللي حداها، كنحلو عين هنايا. هانتوما شنو كنديروا عاوتاني واحد اخر. كملوا الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، كنضربو كنحلو عين. هانتوما أنا غلطت، غادي نخليو هاد العين ونضربو الأخرى. هانتوما كنخليو هاد العين هنا، وكنضربو هادي اللي حداها، نضربو في التوب، كنديرو هاد العين هادي، كنديرو جوج غرزات. غرزة الأولى، غرزة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. بهذه الطريقة هذه كنمشيو معاها، كنرجعو معاها هاللولة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. أنا نقطع الخيط تسالى ليا، غادي نرجع معاكم. دائما كان الخيط دائما كنغبروه من تحت التوب باش ما كيبانش لينا هانتوما كنرجعو معاها. الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة،
رابعة، خمسة، ستة، كنديرو، كنضربو في التوب، كنخليو غرزة هنا عاوتاني، كنخليو غرزة وكنضربو في غرزة أخرى باش كنحلو عين أخرى. جوج، كنخليو هادي غرزة وكنضربو في هاد الأخيرة. ثم كنديرو فيها جوج غرزات، غرزة الأولى الغرزة الثانية. انتما البنات كنطلعوا بهذه الطريقه هذه كما وريتكم. هانتوما البنات، هذا هو الشكل كيفاش كنطلعوا، كنطلعوا الغرزات ديالنا كاملين بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للخيط انتوما اختاروا اللون اللي بغيتو، شوفوا على حساب سميتو. انا اختاريت هذا، ما برمتوش بزاف، على 4 ديال الشعرات. غنديروا ليه هذه الطريقه هذه باش نطرزوا هذيك اللي عندنا. بهذه الطريقه وكنديروا
هانتوما ثاني كنديرو بنفس الطريقه. بغيتو ديروا شي لون مغلق ديروه هانتوما. باش نوريكم دابا الطريقه كما شفتوا على الصوره، الطريقه كيفاش نوريكم طريقه جديده وحصريه على القناه كيفاش نديرو بالتنبات. غنديروا هذا الموديل هذا في جلابه، ولا بغيتو في قفطان كيجي رائع. غندخلوا معاه هذا العقيق هذا كما شفتوا، هذا العقيق المهرس اللي كيكون طويل. هانتوما البنات بالنسبه لهذا العقيق هذا كيكون العوينه ديالو صغيره. كنختاروا الابره كتكون رقيقه اللي كيدخل لنا فيه هانتوما اللي يكون كيدخل لينا العقيق. هانتوما بهذه الطريقه كنديروا كنجيو لهنايا كنجيو هنايا كنجيبو عقيقة بهاد الطريقة. هانتوما كنجيبو العقيقة الثانية كنعبروها مزيان عاد كنكملو. ديروا من الاحسن اللي بغات دير المرمه. هنجيبو عاوتاني الثالثه انا باش نعطيكم فكره. هانتوما البنات الشكل النهائي ديال الزواقه اللي وريتكم، شو كيفاش جات. بالنسبه لهاد العقيق هتخليو مسافه وديروا نفس الطريقه، تخليو مسافه خاويه وهديروا لهاد العقيق هذا المهرس. شو كيفاش كتجي الطريقه ديالك، كتجي رائعه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد النار، نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. يلا بالسلامه عليكم.